السلام عليكم، حياكم الله يا أحبة، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. حياكم الله حياكم الله. اليوم ليلتنا مع سورة الرحمن، أين أنت يا علي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصل علي وصل علي وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي، قبل ما أرد عليك، جهزت الكاميرا شغالة الآن؟ الآن بشغلها أخوي، بحطها. إذا جهزت الكاميرا الثانية أعطني خبر، لأني أنا أيضا حطيت الكاميرا الأخرى بحيث نصور تصوير مزدوج. نعم، تصوير مزدوج. تصوير مزدوج؟ نعم، يعني كاميرتين تصور. نعم، هذا نفس جراندايزر، الضرب المزدوجة. زين، وهذا تصوير مزدوج. تظهر ما لحقت على جراندايزر. نعم، حياك الله. الآن في ما في صوت، كيف في صوت الآن؟ حط المايك على الكاميرا الأساسية، صح؟ هذه من اللي الجوال اللي أنا ظاهر معك الآن منه. طيب، وهذا موصول الجوال الثاني. إذن الجوال الثاني الآن بدأ التصوير فيه؟ إيه، بدأ التصوير فيه. إذن رأيي أن الجوال الثاني خلى أمامك بحيث أنت تشاهده. هو أمامي، هو الآن. بس أنت عينك الآن علي أنا وليس على الجوال الثاني. بإذن الله. فهمت الفكرة؟ نظرك سوى للشاشة اللي تصورك، اللي هي الكاميرا الأساسية الثانية التي لدي. لا تشوف الكاميرا اللي في انستغرام، شوف الكاميرا اللي تصور. شوف الكاميرا اللي تصور. أنا شوفها، خلينا نشوفك تشوفها الآن. إيه، شوف هنا أنت. طيب، شفت شلون؟ شوف الكاميرا. وأنا أيضا ما بشوفك هنا، أنا بشوف هنا الكاميرا اللي تصور. فهمت علي؟ نعم، تمام. شري بيطلع التصوير، الكاميرا التصوير الأوضح بيكون على الكاميرا الأساسية الأخرى. نعم، مفهوم؟ مفهوم. على أساس إنه لأن الكاميرا الثانية هذه إن شاء الله نمنتج بين المقطعين ونخليهم مقطع واحد وننزلهم في الانستغرام وأيضا ننزلهم في اليوتيوب وتنزلهم على قناتك. بإذن الله وأتشرف. ما شاء الله قناتك أمس متحركة. نعم، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى أمس ما شاء الله مكتوب صلاة التراويح في الحجر الصحي المنزلي، صح؟ صحيح. إن شاء الله ليلة 27 إن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله. شوف، أنت صورت ما شاء الله المقطع في مشاهدة عالية عليه، وطلع لي أنا بعد، طلع لي مقطعك ماله، طلع عندي أنا بعد، فهذا جيد. اتخذ نصائحي ان شاء الله قناتك تصير نشطه ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. انت الان مستعد؟ اي نعم، مستعد. ساقرا بصوت الشيخ احمد العجمي. مرحبا، الكاميرا شغاله الان تصور؟ اي شغاله. زين، لا تشوفني، ها؟ لا تشوفني بالانستغرام، شوفني بالكاميرا اللي هي اللي تصور. تمام؟ يعني هذه الناظر عند هذه؟ ايوه، شوف هناك. بس احيانا تشوفني في هذا، مو مشكله، بس اعتمد على الاساسيه هناك. تمام؟ ان شاء الله. بدات بالتصوير؟ اي بدات. يلا الان ادخل من جديد وسلم وكذا حتى نضبط المقطع. ان شاء الله. الان اخرج وادخل من جديد عشان لا ليش تخرج؟ لا، خليك موجود، خليك. أنا برحب فيك الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابن علي. ابن علي عبد السلام معنا الليلة، وسيقرأ معنا بإذن الله سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، وهذه ليلة رمضانية مع ابني علي عبد السلام. احرصوا على متابعته في الانستغرام واليوتيوب وفي كل مكان. زين ابني علي، تفضل يا شيخ. اليوم ستقرأ معنا سورة الرحمن، بأي طريقة ستحاكي؟ الشيخ من؟ أحمد العجمي. الله أكبر، أحمد العجمي، ها؟ نعم. يلا ابدأ يا حبيبي، ابدأ. أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
تمهدا فإذا انشقت السماء فكانت عودة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي أعد عيد يطوفون بينها وبين حميم آن نسيت آية بعدها ولمن ربي جنتان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وهم مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله تبارك الله يا ابن علي، ما شاء الله تبارك الله يا ابني، ما قصرت. طيب الله وانفاسك وجزاك الله تعالى الله يجزاك الخير. الله يبارك فيك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، ما قصرت، رجعتنا الى ايام الثمانينات والتسعينات كنا نسمع جرر احمد العجمي حفظه الله تعالى ووفقه وحفظك وسددك بارك الله تعالى اللهم فيك. اللهم امينك. طيب الان ممكن توقف الفيديو؟ وقف الفيديو. أوقف الفيديو اللي يصور يعني عشان يصير مقطع كامل سورة الرحمن، تمام؟ إن شاء الله. توقف الفيديو. أخبارك أنت؟ الحمد لله بخير يا شيخ. بكرة عندك ليلة 27 صح؟ إي نعم إن شاء الله غدا بإذن بكرة الله. تصور إن شاء الله ليلة 27 صلاة؟ إن شاء الله نعم بإذن الله. صور ونزل وحرك قناتك لأن شفت ما شاء الله أنت منزل مقطع وما شاء الله مشاهدات مرتفعة فيه. نعم هذا من فضل الله. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا باقي لنا شوية نكمل سورة طه صح؟ هو يا شيخ البث ال بتكون في ليلة القدر 27 بيكون إن شاء الله على الفيسبوك. ها بتنقل الصلاة على الفيسبوك مباشرة؟ نعم سأنقلها بإذن الله على الفيسبوك. تنقل الفيسبوك وانقل انستغرام يعني. عندما أنتهي منها إن شاء الله سينشرها أخوي عند الانستغرام واليوتيوب. جميل ما شاء الله. انزين احنا باقي لنا وجه وجهين في سورة طه صح؟ ولا ثلاث وجوه في سورة طه؟ نعم تقريبا. نعم مو تقريبا الا بالتمام والكمال. نعم طيب اقرا شوي بعد تقرا بعد تكمل باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. يا شيخ الصوت أصبح ضعيف كأنه عندي وعلى
ضيئت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. طيب الآن كمل، ابدأ من قصة آدم إلى نهاية السورة. يقرأ نفس النسق اللي أنا تقريبا حاكيت شوي أحمد العجم ساعات يقرأ بنفس الطريقة. نعم. في صوت ولا ما في صوت؟ صوت لا كان في شوية أتى فترة بسيطة ضعف الصوت بعدين الآن ممتاز. لحظة واحدة. نعم. فوكس. ألو. الآن ممتاز جيد جدا. مساعك ما في صوت ولا أقرأ؟ لا أتت فترة بسيطة انقطع الصوت. كان موجود ولكن يعني ضعيف. زين ما عليه. نقرأ شوي هذه. لحظة واحدة. طيب. زين. نعيد بعض الآيات هذه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الآن في صوت؟ اي ممتاز الآن. والله أنت الممتاز يا علي. تسلم يا شيخ. طيب ما شاء الله عليك. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أزين هني وقفنا والآن أنت يا ابني علي ممكن تكمل إلى نهاية. إن شاء الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما
فتاب ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار هذه أعد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهوة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أولم تأتهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص
فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ما شاء الله، الله يبارك فيك. طيب ايش رايك فيك. ايش رايك نقرا قراءه ثنائيه لسوره التحريم؟ طيب ثنائيه وجهين. ايه نسوي طريقه، والله واحد قال سجلوا سوره كذي، سمعونا سوره قراءه ثنائيه، يعني مثلا انا ببدا فيها، انا بقرا اقل، يعني ببدا فيها اول ثلاث ايات، قال نبأني العليم الخبير، انت كمل، انت توب الى الله الى صغت قلوبكم الى يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم من تجزون ما كنتم تعملون، بعدين انا اكمل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله. يعني ثلاث ايات لا انا بقرا اول ثلاث ايات، بعدين انت تقرا اربع ايات. انزين نعم. الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون، بعدين انا اقول اقرا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. طيب اقرا بعدين انت تكمل ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط الى نهايه السوره. ايش رايك؟ جميل شكرا لك. خلينا نبدا بطريقه، شوف النسق اللي بديت فيه مع العجمي نبي نفسه، انت ما شاء الله في النهايه رحت سلمت على العجمي ورحت حق الدوسري. زين على اساس انه يكون في تناسق. طيب نعم انت قرات نفس العجمي بدايه، زين انا يعني صدت منك الطريقه وكملت وقرات طه فيها يعني تقريبا، يعني زين انا لسه شاطر في المحاكاه لكن انت ما شاء الله عليك شاطر يعني. فالشاهد الان انت شغل الكاميرا، الان شغل الكاميرا. أشغل الكاميرا؟ أيوه. أخوك موجود ولا سابق ومشى؟ لا موجود هو الآن. أيها النبي ولم تحرم ما أحل الله لك. موجود؟ إي موجود. طيب المايك حط، المايك موجود؟ مايك الكاميرا موجود؟ موجود. أيوة. زين سلمني واستلم مني، فهمت؟ يعني لما اخلص مقطعي تمشي على نفس اللحن، حافظ عليه ان شاء الله. ولما انت تاخذ تستلم، لما تخلص لحنك لا تغير فيه، زين؟ عشان انا استلم منك نفس اللحن واسلمك نفس اللحن حتى ما يصير تفاوت. واضح حبيبي؟ بإذن الله. واضح جدا. ممتاز. شغلت الكاميرا؟ ايه شغلها. خلها بالعرض عشان نسوي لها مونتاج لاحقا. ايه موجودة هي الآن في العرض. أيوة. اطلع على الكاميرا يا شيخ ولا وين؟ الكاميرا لان هو التصوير الاساسي الواضح. واضح؟ واضح. أبدأ يا تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن
الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات نعيد عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلق نعم عسى ربه ما أسمعك يا شيخ أعد عسى ربه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا منكم عدها عد عشان في التسجيل حتى صحيحة عيد عسى ربه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات يا بنن مسلمات مؤمنات قانتات تاء فيها غنى عرفت فلا تضيعها عرفت فأعد عسى ربه ويب الغنى هذه إن شاء الله عسى ربه إن طلقكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعلم حق المونتاج مصر مشكلة فيها أعد الآية يا أيها الذين آمنوا قوا بإذن الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب عدها سنة وقف مطيب هذه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، عرفت ليه هني؟ أو امرأة فرعون إذ قالت، وقف عند قالت بعدين يبدأ فيها قالت ربي ابني لي عندك بيتا حتى تضبط الوقف. نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومري نجلت عمران التي أحصنت فرجنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله تعالى خيرا، سعدنا بهذا الليلة الطيبة ابني. أنا علي أنا أسعد الله يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة، وما شاء الله صوت حسن. يا رب ينبتك نباتا حسنا، ويا رب تكون من قراء العالم الإسلامي ومن علمائه، تكون من القرآن الذين يقرؤونه ويعملون بما فيه. آمين يا رب العالمين. طيب الآن وقف الكاميرا. نسيت شيء، تدري شنو؟ مفروض وقت تصوير الفيديو ما تحط الصدى، لأن في المونتاج يدخل الصدى مزعج، عرفت؟ فهمت الموضوع؟ نعم. صراحة يا شيخ المعلومة أنا يعني في المونتاج والمونتاج أنا لا أفهم بها، فأخي الكبير هو اللي يعني يعرف يمنتج وهو يعني عنده أفكار. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. طيب، فهذا واحد يتعلم الأمور حتى يكون متقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأنا الأمور يعني أتعلمها حتى أتقن عملي. طيب بكرة تتعلم فاضي، لأن الأصل في التسجيل، الأصل في التسجيل الصوتي أنك تسجله جافا من غير أي مؤثرات تدخل في الصوت. إذا دخلت في الصوت تبغى تمنتج بتعدل يكون عليك مشكلة، لأن الصدى داخل، لأن الصدى هذا اللي عندك الصدى يدخل في المايك فيصير عندك صدى. لكن لو يصير بعدين المونتير يبغي يحط صدى خفيف من عنده طبعا ما يقدر، لأنه هو صدى في موجود، عرفت؟ نعم. صوتك جاف يعني ما في ولا صدى، فهو يقدر يحطك أي صدى تريد، أي مؤثر صوت يمكن حطه، عرفت؟ فالأصل دائما أن الصوت قبل المونتاج يكون خامن. هذه فائدة حتى يستفيدها كل من يتابعنا الآن، لا بد يكون التسجيل جافا من أراد أن يعمل شيئا متقنا، عرفت؟ الله يبارك فيك ابن علي. بكرة يا الأحبة ليلة 27 وهي
أرجى ليالي عشر ذي الحجة، عفوا أرجى ليالي ليلة القدر في العشر الأواخر. صحيح. يعني يتحرى المسلم في العشر الأواخر ليالي الوترية 21 23 25 27 29، وأرجى ليلة هي ليلة 27 على قول من يرى أن ليلة القدر لا تنتقل، هي ليلة ثابتة، وهذا قول عمر الخطاب رضي الله عنه، وهذا قول أبي بن كعب، بل أبي بن كعب كان يقسم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. لكن المسلم حتى لا تفوته يجتهد في كل ليالي الوترية وفي كل ليالي العشر من رمضان العشر الأواخر. فبكرة ليلة 27، بالتالي أنا لن أكون موجودة في البث، طيب، وحتى واحد يعني يحاول في هذه الليلة يجعلها أكثر يعني في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فأيوة الأحبة، بكرة تبدأ الليل، يبدأ الليل من أذان المغرب يدخل الليل، فحاول بكرة أنت لا تدخل في أذنك أي نغمة أو موسيقى أو غناء أو أي شيء يغضب الله، ولا تقع عينك على محرم، وخل بكرة مكوثك في مكان عندك في البيت مصلى، إن استطعت جماعة هي ليلة واحدة خير من ألف شهر، إن استطعت غدا أن تلتزم في مكان معين في غرفة عندك في البيت من بعد أذان المغرب إلى الفجر فافعل. بيتك هو يعني بالنهاية مو مسجد بعد، بيتك يعني مو مرتاح، أي شيء تبغى يجيك، بغيت أكل يجيك، تبغيت ماء يجيك، بس خليك في مكان أنت مكان تصلي فيه، ومكان أنت بعيد عن تلفاز وبعيد عن سوشيال ميديا والجوال وكل شيء، خليك في الذكر، ذكرت اقرأ قرآن، خلصت صليت ارتاح شوي، ارتجع ارجع. فخل بكرة يا أحبة كلكم اغتنموا ليلة 27، بكرة ليلة 27، أنا بكرة لن أكون متواجدة، وابني علي بعد اجتهد غدا يا ابني علي، طيب لن أكون متواجدة، نلتقي إن شاء الله الليلة التي بعدها إن شاء الله. أنا يعني حبي لكم يعني أقول لكم يا جماعة بكرة اغتنموا غدا الليلة في قراءة هذه القراءة وفي العبادة ليلة 27 يا أحبة. لحظة واحدة، فغدا لن أكون متواجدا، اعذرون عن البث المباشر، لكن أنتم أيضا أيها الأحبة اغتنموها، يعني تخيلوا خير من ألف شهر، والله يا جماعة والله. لحظة، غنيمة عظيمة. أنا عندي مقطع حسبته، إذا أنت صليت ركعتين بس، صليت ركعتين وطلعت مقبولة منك هالركعتين، كم تحسب لك من الصلوات؟ كم ركعة إذا حسبناها؟ طيب أخي ابني علي، تفضل رأيك نختم الليلة بقراءة سورة القدر، شو رأيك؟ بإذن الله. عندك تقرأ لنا قراءة مصرية؟ نعم إن شاء الله. قراءة مصرية مثل من؟ يعني هي نفس المقام القراءة المصرية. زين، تقرأ ترتيل ولا تدوير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذي تقرأ ولا العادية تدوير؟ بسم الله. لا سأقرأ هكذا. تقرأ كذي؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. سجل، ابدأ افتح الكاميرا. افتح الكاميرا؟ أخوك شو اسمه أخوك؟ أخوي اللي منتج اللي اسمه محمد. محمد نبي آخر رمضان نشوف موراء الكواليس، نشوف محمد مسوي لقاء معه. طيب؟ محمد إن شاء الله. زين. الآن شغل الكاميرا هو ولا لا؟ إيه بس دقيقة الحين قاعد أشغلها. أعوذ بالله من الشيطان.
بدا يا شيخ شغلها بس بس المايك. بإذن الله انت نسجل خلص منها. بدا يسجل؟ ايه بدا يسجل. ابني علي تفضل يا شيخ. ودنا نقرا سورة القدر بقراءة مصرية حتى المصريين ينبسطون علينا، شو رايك؟ فكرة جميلة. نبي قراءة مصرية اللي اسمها مجودة مثل منشاوي. انا بقرا شيء ببدا بطرف وانت ابدا من اول وقرا كذي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. عرفت هالطريقة؟ يلا اقرأ بهالطريقة حبيبي. بهذه نفسها بالتفصيل تقريبا، يعني هذا المدرسة المصرية اقرأ فيها يعني. هاي منشاوي تقريبا اقرأ بهالطريقة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لا هو شيء. يلا يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد اعد سلام واختمها بطريقه عرفت. سلام هي حتى نطلع الفجر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب الله وانفاسك على هذه التلاوه الطيبه. التلاوه نختم هذه الليله الرمضانيه. جزاك الله تعالى خيرا يا حبيبي، ما قصرت. اللهم امين واياك يا شيخ. يلا نلتقي ان شاء الله بعد غد ونراك عاد. بلغ سلامي لوالدك. واصل باذن الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه جهودك المبذوله يا شيخ الطيبه في نشر الخير والقران الكريم ويعني تعليم الناس وهذه في ميزان حسناتك. امين حسناتي و أيضاً ما تبذل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وسابقة جنات جنات النعيم. آمين بإذن الله. الله يبارك فيك. بلغ سلامي لوالدك ووالدتك وجميع إخوتك بإذن الله. الليلة القرآنية الطيبة المباركة. حياك الله. جزاك الله تعالى خيرا.
وإياك يا شيخ. محمد اسمه اللي وراء الكواليس؟ إيه محمد. إيه محمد إن شاء الله. قلنا بعد انتهاء رمضان والليالي هذا ودنا يجلس جنبك ونسولف معه إن شاء الله. تمام؟ بإذن الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتهينا من هذا التسجيل وجزاكم الله على خير أيها الأحبة. أنا أعتذر الآن أن الارتباط بشغلة، وسعد جدا بكم هذه الليلة، وبإذن الله المقاطع اللي صورناها يعني موجودة في الانستغرام، وأيضا أحاول أنزلها بمونتاج بسيط أنزلها في قناتي في اليوتيوب وأيضا في قناتي في الانستغرام بإذن الله وفي الفيسبوك إن شاء الله. لا نعتذر ونقول دعاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم.